انهم يتجاوزوا جزء كبير جدا من مشوار تحدي الإعاقة. ده المجتمع الإنساني المتحضر، ودي رعاية الدولة لهذه الفئة اللي الرئيس النهاردة لما تحدث قال إنه مصر فيها ما بين 9 إلى 10% من ذوي الاحتياجات الخاصة، يقدر عددهم بحوالي 10 ملايين، وطالب الحكومة بتحديد إحصاء دقيق ليهم لتحديد احتياجاتهم، لتحديد قدراتهم، مستوى الإعاقة إيه، إيه المواهب اللي عندهم، وإيه المجالات اللي ممكن يبدعوا فيها. كان من بين الحضور اليوم الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي اللي كان حريص على متابعة هذا الحدث المهم. أستاذ عمري أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، إزي حضرتك وإزاي طبعا كابتن عادل جاي، يعني نكملة دايما متألق دايما في النادي الأهلي. عايزين نتألق والنبي اليومين دول بالذات يا استاذ عمرو. يا كابتن عدي تدي حيلك يا كابتن. بالظبط. هو ابراهيم مش هيبني في حالي ولا. على فكره يعني بعد ما تحدثنا عن هذا اليوم الخاص جدا، هي فرصه جميله انك موجود معانا تطمئننا على النادي الاهلي في اكثر من زاويه باذن الله. تحت امرك كابتن، ربنا يخليك. والله الحدث بتاع النهارده أنا شايفه أول حاجة حدث مبدع، لأنه في معاني كثيرة جدا، في جمل مهمة جدا، وفي رسائل الحياة خاصة بالدولة. أول حاجة هو حدث بعد عدد من سنوات العمل، يمكن في 2014 سيادة الرئيس كان أبدى الاهتمام بشكل واضح، وبدأ يتعمل ملفات وبدأ يتعمل شغل واضح جدا انه نتائجه بتظهر على ارض الواقع. والنهارده بيطلع بيعتمد القانون الخاص بالقدرات الخاصه، وبيبقى ليهم معاشات وبيبقى ليهم الكلام ده كله. واعتقد ده ملف كان مهم جدا 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 انه يطلع في هذا التوقيت الحقيقي. يمكن لما نشوف النهارده الحياه الحفل جماله كمان انه المشاركه ليست مشاركه الاولاد اصحاب الهمم فقط لا غير، ولكن هي مشاركه كامله من كل اطياف المجتمع. هتلاقي فنانين مشاركين، هتلاقي طلبه او رياضيين اثرياء مشاركين في عمليه دمج في المجتمع، وده الاهم. واهم جزئيه هي ايجاد ثقافه الدمج ما بين السوي وصاحب القدرات الخاصه. يمكن عشان كده يمكن عنوان الاحتفاليه قادرون باختلاف، انه الاختلاف في القدرات. الناس اللي هم زينا حتى عندهم قدرات مختلفه ما بينهم وبين بعضهم، فبالتالي نفس القصه موجوده، في قدرات خارقه موجوده في هذه النسمه الطيبه اللي ربنا خلقها، في المقارنه كمان ما بين الناس العاديين. فهم ليسوا زياده على المجتمع، بل هم جزء اصيل من المجتمع المصري، وحلاهم حقوق اصيله داخل المجتمع المصري. وكون ان النهارده سياده الرئيس الحقيقه لما قال الاحصاء التقريبي وقال تقريبا بيمثل من 9 إلى 10%، معنى انه يبقى 10 مليون، معناه انه موجود في غالبيه الاسر المصريه. هتلاقي في اسر حقيقه متواجده فيها كثير من هؤلاء القدرات الخاصه. وبالتالي الملف مهم جدا، لانه بيمثل نسبه 10% من تعداد الشعب المصري. النهارده الحقيقه عجبني قوي الحقيقه استعراض الدكتوره غاده واجي وزيره التضامن الحقيقه، لما استعرضت المهام اللي الحكومه عملتها كلها على مستويات كل الوزارات. نفس القصه الحقيقه الوزير الدكتور اشرف صبحي استعرض بعض الملفات اللي خاصه بهؤلاء الناس. الحقيقه المجهود اللي عاملاه امل مبدا رئيس الاتحاد الحقيقه، وكون ان هي تبقى رئيس الاتحاد الافريقي للقدرات الخاصه، تبقى عضو في الاتحاد الدولي وتتحرك في هذا الملف بالشكل ده. اعتقد النهارده لما يكون مصر فيها مذيعه من ذوي القدرات الخاصه، وتعتبر هي المذيعه الوحيده في العالم او الاولى في العالم اللي ممكن تعمل مذيعه وهي تحت القدرات الخاصه، اعتقد دي رسائل كثيره جدا المجتمع المصري ضروري يرصدها ويشوفها. وقد ايه الحقيقه سياده الرئيس النهارده الاضاف كثيره جدا في الاحتفاليه لما تشوفها وترصدها وتحس قد ايه هذا الرجل انسان 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 بمعنى الكلمه، قد ايه حقيقي اللقطات فيها حب و
وعاطفه، وده لا حاجه مبدعه يعني، يمكن ما يحسهاش اكتر او يحسها اكتر اللي كان حاضر ويشوف قد ايه هو بيتعامل حقيقه مع الولاد ومع الناس ومع ده. حاجه راقيه جدا جدا يعني. الواحد اتشرف حقيقه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رئيس جمهوريه مصر العربيه. يا عمرو بيه، يعني انا ليا تصور او مفهوم في هذا الحدث ورعايه هذا الحدث، انه ينظر الان الى اصحاب القدرات الخاصه كيف يصبحوا قوه مضافه الى المجتمع، ما هيش مساله رعايه فقط، مساله كيف نطلق طاقات انتاجيه وابداعيه من 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 قدرات كانت معطله ومهمشه لفترات طويله جدا، انا الاوان انها تضيف الى مجتمعها مش تتلقى منه فقط يعني. كلامك سليم 100% يا كابتن عدلي. ويمكن النهارده برضو واحنا في الاحتفاليه الحقيقه اتعرض فيديوهات خاصه بولاد وهم بيتدربوا وبداوا يشتغلوا في العديد من المصانع وبداوا يشاركوا في العمليه الانتاجيه وبداوا يتحركوا بالفعل بوجودهم في مشاركتهم في المجتمع المصري في المجتمع المصري. فبالتالي الملف نفسه لما تشوفه النهارده الحقيقه مبدع مبدع الحقيقه يعني. حاجه راقيه جدا جدا. عارف لما بتقعد في حاجه كده كابتن عدلي وبتديك بوزيتيف انرجي، بتديك طاقه ايجابيه يعني النهارده الحقيقه الواحد عنده طاقه انه ما فيش بني ادم سوي او يعني طبيعي ما عندوش حجه انه يشتغل. هو ده اللي انا قصدي اقوله بقى يعني. يعني اذا كان الرساله عامه بقى، الرساله عامه شويه. طبعا الحقيقه حاجه كانت راقيه جدا جدا النهارده جدا. وبعدين ناخد بالنا من نقطه مهمه جدا، ان برضه في رسائل كانت واضحه في نهايه الاحتفاليه ان سياده الرئيس هيحضر كل سنه يعني. هم طلبوه بانه يبقى موجود معاهم السنه الجايه فقال هحضر. وده معناه برضه ان الملف بيتابع يعني بالمعنى. ايوه المتابعه فعلا. اللي النهارده اتعمل ليست النهايه، انما النهارده هي البدايه الحقيقيه مع وجود قانون ووجود لائحه تنفيذيه ووجود الملف انه يبقى بيذاع على الهواء بهذا الشكل بمشاركات مجتمعيه كامله. الحقيقه كمان الرقي اللي كانت فيه الفنانه رجاء الجداوي وهي بتقدم لاولادنا وبناتنا، الحقيقه كان حاجه اكثر من مبدعه واكثر من راقيه الحقيقه. وخاص لرعايه ذوي الاحتياجات الخاصه، اعتقد الرئيس اعلن عن تبرع صندوق تحيا مصر ب 80 مليون جنيه، وزير الاوقاف اضاف ليها 20، يعني صندوق بيبدا ب 100 مليون. صندوق يبدا ب 100 مليون وطالب الحقيقه ان الحكومه ودوله رئيس الوزاره الحقيقه انه يصدر قرار بان يشوف ممكن المجتمع المصري يشارك ازاي بنسب من العوائد بتاعته او بنسب من رواتبه بشكل مبسط جدا، ولكن يبقى في مشاركه مجتمعيه كامله الحقيقه ليه هؤلاء الاولاد والبنات. الحقيقه حاجه ما تشوف قد ايه الناس بتتحدى بتلعب رياضه في عالم مصر في بطولات عالم، كل دي حقيقه رسائل مبدعه، رسائل تحفز على العمل بشكل جيد جدا الفتره الجايه. استاذ عمرو، يعني